طيب يا جماعه، اتوقع انكم تعرفوا السيت اب حقي او متعودين عليه مره كثير. السيت اب هذا والغرفه هذه اقضي فيها في اليوم ما يقارب من 8 ل 10 ساعات غير ساعات النوم، وفي تحديثات واشياء كثيره قاعده تصير على الغرفه هذه. واحده منها انها صارت مزعجه بالنسبه لي مره كثير، مساحتها صغيره مره وما تكفي اني اسوي فيها فعاليات مره كثيره. ناو انا في بالي اني ممكن اعيد ترتيب الغرفه هذه، او وهذا الشيء الاحسن اني اغير السيت اب الى الصاله واحول هذا المكان الى غرفه نوم فقط. هذا راح يكون تحدي صعب. تعرفوا ايش الاصعب؟ اني انقل الى سكن جديد او شقة جديد، وهذا غالبا هو الشيء اللي انا ممكن اني اسويه، ولاسباب مرة كثيرة مو احسن وقت اني اتكلم عنها الحين. anyhow فكرت اني والله ازور اصحابي اليوتيوبرز اللي عندهم ستبات قوية، وبنفس الوقت اشوف مين صاحب افضل ستب بينهم، يعني يصير الموضوع اني اخذ منهم افكار بس بنفس الوقت نشوف مين الاحسن، مين اقوى واحد. فيا هذا راح يكون مقطعنا لهذا اليوم. ابى ازور 4 أو 5 يوتيوبرز، ابى اشوف ستباتهم كيف. خلونا نشوف كيف الموضوع هذا راح يروح. حطوا لايكات، اشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، ويلا خلونا ندخل على الفيديو. ليتس جو. اوكي، اول واحد عندنا هنا وهو واحد من اقوى المنافسين بتحدي السيت اب حقنا، وهو صاحب افضل سيت اب في جدة. ايش بك؟ انا قاعد امدح، ترى ماني قاعد اغلط برضو. حد تسوي سلسل حسي هذا شيء غلط يا ابن الحلال. دقيقه اصبر، وش طب ماني قاعد اصور. نعم لا هين توخر، لا تلمس لا تلمس ولا شيء من الاشياء يا ابن الحلال. سحاب يا جماعة الخير. طبعا هو في البداية كان رابر، بعدين صار يوتيوبر، صح الكلام ولا قاعد؟ مظبوط. بكم سويت السيت اب هذا اول ثواني؟ مع تطوراته كثيرة ممكن نقول فوق 30,000 حوالينا، نطلع في 30,000 وعليها. طيب السؤال الثاني، ايش الشيء اللي خلاك تسوي السيت اب؟ أول شيء أكيد أي حد في حياته الغرفة هي أكثر وقت يتكي فيه، وما دام هذه غرفة حتكي فيها حتفرج أفلام، حذاكر، حسوي في ناس مثلا يوتيوبر، في ناس حيدرسوا، غرفتي إني أجمع أخواني، فيها كل الأكتيفيتي النشاطات المهمة. الغرفة بالنسبة لي هي حياتي، هي روحي، أكثر مكان أنا أقعد فيه، ترى أحيانا في الويكند ما أخرج. حلال هذه صارت حياتي أنا مو حياتك أنت، أصبر الحين خلينا نقلبها. خلونا يا جماعة الخير نكتشف إيش الأشياء اللي حاطها أسحاب في غرفتي. راح نبدا اول شيء في القعده المكان اللي تقعد فيه. البي سي لحالك اللفت تقريبا فوق ال 14,000 ريال بس البي سي. انا صراحه يعني اخذته عشان اول شيء جيمنج، وثاني شيء عشان اديتور، يعني حتى لما اتعلم اي برنامج مستقبلا زي افتر افكت ولا بريمير راح يكون مره ما يقول لي وقف ما يمديك. لا، الشاشه اللي انا مره بالنسبه لي الشاشه عالم ثاني، هي 32 بوصه. في ناس كان يقول لا خذ 27 كل شعب 27، لا 32 متعه في المسلسلات ومتعه حتى وانت تمنتج. هنا جينا على جزئية نسبة لي مرة محببة لقلبي اللي هي بوب فانكو. البوب فانكو ترى عالم لا نهائي، يعني مثلا في عندي أشياء نادرة، في أشياء أخذت من مازادات البيبي يودا بعد فترة سعره ارتفع. ليش؟ لأنه يكون نادر، قطعته تخلص، ما عاد يسوي، ما عاد يصنع منه مرة ثانية. تقريبا يعني المجموعة اللي عندي مرة حلوة. أنا مسوي أول شيء مثلا هنا في مجموعة المارفل اللي هي بلاك لايت، هنا عندك مجموعة الروك، بوس مالون، ليل وين، توباك، بيجي، هنا مجموعة دي سي، كل دول شخصيات دي سي، هنا مارفل. وعندي بوب موقع مره نادر، اول شخص كان يرسم الكوميكس حقت ايرون مان، والبوب مره سعره مرتفع وفي توقيع. هي اوريكم هو. هذه جزئية المكتب حقت سحاب. المكتب للأمانة رايق، ممتع ومريح برضو. الزاوية هذه فيها الأكشن فيجرز جنب المكتب على طول، شيء مرة رهيب. ناو الجزئية الثانية هي جزئية الشاشة. أوكي، أصلا أنا غرفتي من يوم تجي على الباب على طول عندك هنا الكنب، وهنا الكنب حق العيال، أجمعهم ننبسط نفل نسولف نسوي كل حاجة هنا في هذه الزاوية. أحلى شيء التي في أصلا سمارت، أي أحد يرفع جواله يشغل مقطع في اليوتيوب نضحك عليه، وغير كذا أساسا كمان في الكونسول عندي هنا، ما تجي بنلعب بنشغل حاجة على طول، فعندنا اليد ونلعب بلاي ستيشن فيفا. هذه فقرة انبسط بالسيت اب سحاب لحد ما يطردك من البيت. الله. هذه المنطقة تعتبر منطقة الترفيه الجماعي، هناك سحاب يترفه لحاله، هنا الكل يترفه. ناو هذا كان سيت اب سحاب يا جماعة الخير. الشيء المميز في سيت اب سحاب للأمانة واللي عجبني مرة كثير انه سحاب مرة يحب يجمع مقتنيات واشياء نادرة. حبيب سحاب يعطيك العافية والله. مبروك السحاب يا مان، مبروك. السلام عليكم. وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حي ما شاء الله تبارك الله. كيف الحال؟ اخبار؟ تفضل تفضل. احمد شو هنشوف السيت اب حقه. احمد شو تصنف مؤخرا كاعلى ستريمر على تويتش مشاهدات في لعبه فيفا على العالم العربي والشرق الاوسط. ناو خلوني اعرفكم اوريكم واعطيكم جوله في سيت اب احمد. خلينا نشوف ايش عندنا. هذه الملابس كلها ألبسها أثناء البث فقط أو التسجيل، ونادرا ما أغسلها لأنها ما تعرق إلا إذا لعبت فوت شامبي. أنا شايف هنا في جدول فما شاء الله. يوم الأحد كرير، يوم الاثنين أوم. إيش أوم؟ أومونغس. ليش في أومونغا؟ في أوم. لا أوم اللي هو ذاك شو اسمه أومي تي في. أنا مختصر الاسم فهمت؟ عشان التزم، بس اني ما التزمت للاسف. لكن ضروري وجود جدول، انك تسوي جدول عشان تعرف ايش تسوي. هنا الله يسلمك ثلاث شاشات. طيب اشرح. الشاشه الاولى اتش دي، شاشه قديمه تقريبا، الوانها حلوه بس ما هي للجيم. شاشه ثانيه 1080 140 ميجا هرتز، شاشه للجيمنج يعني. هذه للكونسول وهذه للبي سي، كلها شاشات كويسه باختصار يعني. الكاميرا عندي من نوع A7S مارك 2، عليها 16-35. اي عليها 16-35 عجيب. طبعا خلف الشاشه يا شباب في عندي بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 واكس بوكس سيريس اللي هو الجديد. النت عندك الياف؟ النت عندي الياف قدامي بالضبط، يعني ما في عذر اذا لاق ما لاق. المودم قدام وجهي في اي لحظه يمديك تكسره، فاهم؟ لا هذا الشيء اللي ما اقدر اسويه، مستحيل اسويه. البي سي ترى متواضع، ترى القطع اللي فيه اغلبها من الجيل اللي قبل هذا والجيل اللي قبل قبل، لكنه معدي معالي الان باذن الله راح اغير البي سي باذن الله. هذه يا اخوان كانت الكنبه اللي كنت انام عليها ايام السيت اب القديم. الله لا ما عجيب. عندك مورتي الشاي. لا هذا ريك. هذا ريك. ايوه سكوت. ايوه لا عاد هذا حبيبي، هذا ليزربيم. سكيلتون الجوكر. الجوكر ما شاء الله. هذا انت ها؟ ايه هذا الفيرجن الثاني مني. ايوه اسلمت. على فكره هذا شفته عن سحاب نفسه بالضبط. والله نفسه عنده. احمد الكرسي حقه عليه شعار قناته وتشيز شيء مره. وريني شوف. الله عجيب. الجرين سكرين اللي استخدمها اثناء التصوير، اكون ورايا واصور وبعدين اذا خلصت مباشره انا الجيم. نعم بس nice. هذا يا جماعة الخير السيت اب حقي بكل اختصار. نروح ليش لليوتيوبر اللي بعده. طيب الشخص الثالث اللي عندنا اليوم حسن بن محفوظ. حسن بن محفوظ انفلونسر على انستغرام وسناب شات. شفنا نحن جيران بالصدفة، أصلا كنت وقتها رايح أشتري حليب فجأة حصلته ماشي كذا. هذا جابه عندنا فاهمين. زين خلينا نشوف. قبل ما نبدأ وقبل هذا خليني أقول لكم في البداية، طبعا أنا الحين متزوج عريس جديد. ما شاء الله ما شاء الله. وما كنت أحتاج شغالة تيجي تساعدني زي كذا، فقلت مدام إني أنا عندي أصحاب كفو. والله سويت لهم جدول، قلت لهم عيال أول واحد حيجي أوكي وحينظف وحيسوي حياخذ جوال آيفون. سبحان الله سبحان الله، من اول ما تزوجت العيال كفوا ووفوا. حلو فايش بدل ما تخسر تجيب شغاله كل يوم تدفع كل شهر تدفع 2000 ريال، تدفع جوال ب 3000 ريال 4000 ريال لمده سنه للعيال. فخلينا ندخل تكون جاهزين. يلا خلينا نشوف الغرفه. يلا بسم الله ليتس جو 2 1. ما شاء الله فايش لسه ما شفتوا حاجه. هنا في ناس حيقولوا لي ليش شاشه بيضاء؟ هذا السلمة راح تكون هنا. حلو. سو اصلا المفروض انه يكون في بروجيكتور. ما شاء الله. اول شيء عندي بطولات العالم. حسن وحسين التوأم كانوا بطل العالم من قبل في لعبه السكيت اللي هي التزلج وكذا. خلينا نشوف انجازاتهم. هذه بطوله اسيا المركز الثالث في 2012، وهذه بطوله العالم شاركنا فيها اخذت المركز الثامن، وهذا المركز الاول في اسيا في 2012. انا اناشدكم انكم اذا لقيتوا السواق ده على طول تبلغوني. سواق شارد حاط صورته وحاطها في الغرفه، انا على طول اخذتها واوريكم. هو هذا السواق مطلوب يا جماعه الخير، مطلوب انكم تجيبوا لي هو وين مكانه. والله ونعم. ما في ونعم، هذا واحد شرد اخذ سيارتي وشرد. يا اخي انا حبيت حركه انك حاط هذا على منصه كذا عشان لا احد يزعجني. اي احد من عيال اشوفه قاعد يلعب يزعجني اخذ الريموت واروح. قال لي انت ماخذ الهاي جراوند فاهم، على طول ترمي عليه. لا ممتاز يطلع هاي جراوند. هاي فايز كونك جيمر، تحياتي والله. هاي جراوند على طول. في حلقه قاعد تنزل يعني. ايه لا يوتيوبر قوي مخلص قاعد يرفع فيديو. شباب في شاشتين. ايوه هذا ايديت،
هذه اللي هو الجيم والاشياء زي كذا. والله ما شاء الله صار انت بدك تلعب وبدك تتفرج على الفيلم اللي اشتغل هناك. طبعا والله ونعم. هذا الريموت تقريبا هو اللي يتحكم في الغرفه كامله. في عندكم الجيم بلاي ستيشن 4، هذا بلاي ستيشن 5. ما شاء الله عندك بلاي ستيشن 5 عشان يلعب رولا. تلعب رولا. طب لسه احنا ما خلصنا، في شيء ابغى اوريكم هو مره. اوكي تعال هنا. ايوه جاهز اوريك حاجه. يلا وريني. اوكي خلي متابعيني شوف، متابعيني شوف ورا. اوكي 3 2 1. واو واو شايف كيف؟ انت كمان اقدر اغير اللون اللي انا ابغاه. خليني اختار رقم 4. رقم 4 طب ابغاه سريع مره، اختار سرعة شايفين كيف؟ واو واو. وغير كده اقدر اسوي ايش؟ الصوت. اجي هنا 1 2 3. على فكره الفكره هذه مره حلوه، من قوه ما انها حلوه احس اني ابغى ازرفها. اصبر بجرب حاجه بجرب حاجه. ها بونس باد فورتنايت. والله جيمر اصلي. شست دقيقه اذا فتحته يطلع لي سكار ولا ما يطلع؟ ما ينفتح. خليه ينفتح. معك موارد ولا ما عندك؟ لا ما عندي موارد. ما شاء الله ما شاء الله. هذه الار بي جي. ايش الاهتمامات الحلوه هذه يا اخي؟ اسمع شايف النوب ياخذ من بعيد. هذا ياخذ السواق حق اول. السواق صاحبنا ذاك. طيب اول شيء ما شاء الله يا واد، مره ما شاء الله كمان كل امانه، منافس مره قوي يا حسن. سيت اب محترم، مكان جميل، يفتح النفس، مليان افكار. انا حبيت فكره الانارات هذه اللي انت حاطها فوق، عظيمه تحياتي والله. وانا راح اسوي لك سيت اب جاي ان شاء الله. والله توعدني. شكرا. اما اليوتيوبر اللي بعده يا جماعه الخير فهو الاستاذ القدير المتالق ابو كاي. يا شباب كيف حالك؟ مساك طيب. يلا ورينا السيت اب حقك. يلا 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 تسكن. بسم الله. انت ايوه انت فيك لبس عرفتها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله منافس قوي، والله منافس قوي. بكان شاب ايش هذا كله؟ ايش مطور؟ ايش قويه ما شاء الله. وفي عود هنا، ليش في عود هنا؟ ايوه صح اتذكر انك تلعب عود. شيء عندك الشاشه الاولى هذه من الانوير 240 فريم. صار عندك شاشتين وفي جهاز ثلاثه بطوله. هذه اسوس 360 فريم. ما شاء الله ما شاء الله. بس انا عندي سؤال. ايوه ليه الخلفيه كذا؟ يعني ايش البؤس اللي انت مسويه الخلفيه هذه؟ عشان ايش ده ابوي؟ بعد عندك اثنين بي سيز. ليش اثنين؟ هذا البي سي هذا الاستريمينج. حلو. مع انه ترى امكانياته قويه. وبعدها رقيت الموضوع 3090 كرت الشاشه. حلو. ايوه ما شاء الله. عندك الكرسي هذا مشهورة احمد شو حباب حقه في الفورتنايت. كيف عجبك؟ والله ممتاز للمتان اللي زيي. اه ممتاز. طيب ولا تجربه عجل. حلو. دينا حاطة ركن قهوة معادل على اليوتيوب. ممتاز الدروع والله مدرع. عجيب عندك هذا الحزام يا ولد. هذا كان حلم طفولتي يا شيخ. والله حلم طفولتي هذا اللي كان باتيستا كان ياخذه ومدري ايش. وهذا كان حق جون سينا. يا الله هذا فينوم صح؟ هذا باتمان. عاد اسطورة باتمان. هذا اخر فقر عندي. هذه مطرقة ثور الحين لو شلتها اقدر اشيلها عادي؟ تقدر تشيلها يب. والله ممتاز. فل الله. عندي عندك شيء تصدمك. عارف احيانا تكون مخلص جيم كذا تتفرج فيلم فانت تستريح هناك. ايوه هذا نفس الفيلم اللي هناك. ايش انا لان هذا يحتاج مسليات. ايش المسليات تحتاجها؟ تفك هنا وتاخذ. الله هذا كلام كبير.
شو حتى هذا جيعان جاي يدور. عندك كمان هنا ايش في؟ لا دمار يا اخي. لا 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 ايش ذا كله يا ابو ما شاء الله ما شاء الله. انا عرفت الان ليش وزنك زاد. انا صرت متين. ايوه ايوه الان انا عرفت السبب. ما شاء الله ما شاء الله. فيها سماعه يعني حتى لو بتسوي جو وطرب وكذا فيها سماعه مره كبيره. اخي ما في طرب في حضرتك يا ابو كيان. ايش الكلام هذا؟ هات العود يا شيخ خليه يعزف. هات العود. انت ملك من قلبي لا تصبح ملك وانت الذي تامر وشاغل قدام. والله حبيت كثير كثير كثير. اجى على بالي انك تجي في فريقي. هذه كانت ستبات الشباب يا جماعه الخير. مليانه افكار مليانه مميزات وبرضو فيها بعض العيوب. اقدر اقتبس من كل يوتيوبر فكره معينه واضبطها عندي انا هنا. ناو الشيء اللي انا بحتاجكم فيه ايش؟ احس اليوتيوبرز اللي ستباتهم حلوه مره كثير وانا باقي يعني ما استعرضت الا اربعه. فاذا تعرفوا يوتيوبر ثاني السيتب حقه مره قوي علموني تحت في التعليقات وانا راح اتواصل معاه. تعرفوا كيف ممكن نطور هذا الموضوع؟ ممكن حتى استعرض ستبات المتابعين. فاذا في واحد من انكم الان الستب حقه مره قوي ويعتقد انه هو يقدر ينافس يعلمني انا مستعد اني اتواصل معاه وازوره في البيت واصور الستب حقه. برضو بنفس الوقت ممكن نصور فيديو يوتيوب مع بعض. يعطيكم العافيه اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.